السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب، اليوم في معنا مشكلة جديدة في الإصدارات القديمة، طبعا اللي قبل إصدار خمسة. طبعا هذا الشاشة نشوف إصدارها الآن، ندخل الإعدادات نشوف حول الجهاز. هذا عندنا إصدار 4.4.4، طبعا حتى من فوق الأربعة كلها حدثت معهم مشكلة الآن، اللي هي مشكلة اليوتيوب. كل ما خش على اليوتيوب يطلب منه تحديث، بعدين يسوي تحديث يطفي السيارة ويشغلها يطلب تحديث مرة ثانية، أو حذف ولا فورمات للشاشة وبعدين تحديث مرة ثانية. طبعا الطريقة أو الحل اللي بنسويها الآن، أول شيء بندخل على الإعدادات، ثاني شيء بندخل على التخزين الآن طبعا علشان نشوف المساحة اللي موجودة معانا هنا، ونشوف التطبيقات اللي موجودة. طبعا بنحذف التطبيقات اللي هي منزلة عشان نخفف شوية على الذاكرة، في بعض اللي إصدارات قديمة بيكون معانا برامج ما نحتاجها طبعا، زي مثلا هذا البرنامج. أهم شيء البرامج اللي ما نحتاجها، لو كان في فيسبوك، لو كان في واتساب، نسوي لها حذف نفس الطريقة. والآن بنسوي حذف حتى لليوتيوب الآن، نشوف الآن. طبعا غير برامج الشاشة زي الجوجل ما نحذفها، زي السوق ما نسوي لها حذف لأنه بيجيب لنا بعدين إشعارات ما نبغاها. نرجع الآن ندخل في إدارة الملفات، طبعا بعد ما وصلنا USB، USB هذا هو، ندخل على USB الآن. هذا هو برامج الشاشات، ونثبت هذا اليوتيوب، هذا اليوتيوب اللي هو بهذا الصورة، طبعا اسمها يوتيوب فانسد، نسوي لها الآن تثبيت. طبعا هذا إصدار حديث الآن، وفي نفس الوقت بيمسك معانا ويمشي وخدوم، وبنستفيد منها برضو، بيشتغل بدون إعلانات ويشتغل في الخلفية، فيه مواصفات كويسة وبيحل لنا المشكلة. هذا الأساس الآن بنثبته ويشتغل معانا. الآن بنسوي له الفتح.